المشكلة اخويا عندنا مع واحد الاخ، الاخ ديالي ماشي غنقول ماشي خويا، يعني خويا كبر معنا في الدار، سهل عليه الله، من 62 وخدام في الوينه، حنا كنا ساكنين في الكريان، المرحوم ديالي الله يرحمه تبادل هو واحد السيد عطاه البرارك، حنا خدنا المحل هنا في الباطيمة، هو خدام في 62 في الوينه، حنا 64 سكننا هنا، الوقت فاش سكننا هنا هو خدام في الوينه، والوينه ما كتخلصش الضوء، قال الوالد انا غنتكلف لك بالموت الضوء، قال لي الوالد ما كاين حتى مشكل، انا باقي صغير عندي 7 سنين، ناض دوزها في سميتو، دوز كونترادا في سميتو، بقات عنده الكونترادا، كيمشي وكيجي، ماشي زعما كاين المعلقه مقطوعه، كيجي وكبر معانا هنايا في الدار، الوليدات ديالو داكشي كلشي كبر، كبروا عندنا هنايا في الدار، توفى الوالد في 2011، توفى الوالد في 2011، جا قال لك خويو لي المحل ديالي، قلت لي المحل ديالنا وانت منسق عليك الله، لولا ما عندكش جي سكن معانا راه ما كاين حتى شي مشكل، واخا بيت نقسموه باش انت عندك الرزق ديالك، وعطاتك الوينو الدار ساكن في فيلا، رزقك ماشي خدناه لك، الله يسهل عليك، حنا بغيناك تكون هكاك، عندك فيلا فين ساكن، وعندو وخويا من مي، ها هو خويا من مي وارث من باه 14 قطار في العروبية في مذاكرة، راه كيحرسها وعندو الفيرما فيها، وعندو تقريبا 3 ديور كلهم ديولو، حنا ما عندنا والو، جا بغى يخرجنا من هنا، انا وهاد السيدة، وهاد السيدة فين غادي نديها؟ هادي اختي معاقة، ما كيعقلش عليها هو نهائيا، ما كيشريش ليها تبرة، ها هي تسولوها، خوك كيجي عندك، كيعطيك شي فلوس، كيكسيك، وشكون اللي كيكسيك؟ دابا ما كيرضاش يسلم عليها حتى السلام، شوف الحالة ديالها كيفاش دايره مسكينة، دابا ها هي راه عايشة معايا أنايا، أنا ما خدام ما ردام، هاد الرئيس اللي صيفط لينا الإفراغ، ما استدعانا، ما شكينا، ما شكينا بداك الشيء اللي علينا، دار خدمته، مشى كذب عليه، خونا هذاك راه ماشي خونا، ها هو كابر معانا. فين غنمشي انا وهاد الدريه؟ وعندي بنتي ها هي ساكنه معايا بوليداتها، ها هو الدريه اجي وليدي هنا. دابا انا كنعيش هنايا، ما بقيت انا دابا ما عارف، ما دخت انا دابا. واش الانسان كي ملي كيجيك الافراغ راه ما كنبقى نعس لا ليل لا نهار، فين غادي نمشي انا وهاد الدريه وبناتي وولادي، فين غادي نمشي؟ ما طالب حتى شي حاجه، ممسك عليه الله لاباس عليه، كيربح 7 المليون و 500 الف فرنك في 3 شهور. دابا حيت الكونترا هذا دوزها في سميتو، راه كيتسمى دابا راك تكلف لينا بالموت بالضو، حيت الوينو الوقت في 76 ملي عطاتو الوينو الدار عندنا حنا كنخلصو. انا كنطالب بان هو راه خويا هذاك يعطينا التسع، فين غنمشيو حنا؟ ما عندناش فين غنمشيو، على انا اللي خرجني من هذا المحل، وهذا المحل ما متيتري، ما محفظين، ما مشجدين، عاطيهم لينا سيدنا الله ينصره محمد الخامس الله يرحمه، عاطيه للوالد والناس الضعفاء، ما مشجدين، ما محفظين، لولا كون كان مشجر ومحفظ راه ما حالو، واش هذا راه هو عاد باغي هو ينصب علينا يدي لنا رزقنا. شوف اخويا انا جيت 84 الناس كنت اقسم لك بالله باش كنشد انا باه امو كيقول لي هذا المحل تبادلنا به، عطاوهم البرارك والسيد عطاتهم الساروت، صافي بقينا على اساس ما عمرهم هضر، كيقول لهم هذا راجل خدام، كنقول له دير الدار، كيقول لي هذه دارك ما كاينش اللي خرجك منها. الوقت اللي ماتوا هما في 2009 ناضوا لي خواتاتو، وحده مشات ديكلارات بينا بان انا قالت لك غنجي ندير تقضي هنا ندير صداقه، ومشات ديكلارات في الكوميساري، هرست سيديها دارت القبض جات دعت خوها، مشاو عند القايد. مني بقينا هكاك عاوتاني شي عامين 3 سنين، الوثائق الكونترا والحاله المدنيه والريسيبوات وكل شيء هزوهم، مني ما تباهمهم هزو داك الشيء الوثائق كلهم داهم، ناضوا اتفقوا خواتات، وكل نهار كيجيو داك تقول لنا المحل، تقول لي ما عندك، تقول لي كل شيء، واحد شو هنا في الباطيمه لا يرتلاه،
ما كنهضر ما كنتكلم، صافي بقينا تما ومشي دير بنا دعوه. دعوه ما كاينش عامين، خوه ما كيتواجهش مع عند القاضي، داروا حنا محتلين عند الدار. حنا هذا ما قال لك انا علاش نمشي نتقابل مع خريمي، نتقابل مع خويا ما نتقابلش معاه. بقى كيعطي المحامي، المحامي كل ساعه عاجلا عاجلا السيد عاد كيجيونا. واحد النهار انا باركه دخل عليا خمسه البوليس ودخل عليا الافراخ المنفذ. قلت له الله يخليك حنا دارنا هذه، قال لي لا 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 انتما فين كنتو؟ قلت لي خويا حنا ما تواجهنا مع والو. قال لي كان كيجيو السيدات مش تقابلوا، ما درنا حتى شي حاجه. قلت لي خويا هاد السيده راه 50 عام، حنا من 67 مساكنه 50 عام. صافي بقيت شي 15 يوم عاد وقفوا معايا شي ناس، درت محامي دارني ايقاف بالتنفيذ بهاد السيده. نهار دار بيا عاوتاني دعوه بفاتيحه، وانا دار بينا دعوه هاد لوسي اخوها هذا نيت، دار بيا دعوه ما كاينه 6 شهور عاوتاني جاني افراغ. وحنا كنطلبوا محمد السادس كنوجهوا له هذا النداء، يشوف هذه السيده الله يجازيه بخير الله يطول عمره. حنا كنطالبوا، حنا كنبغي الحق، حنا لو كان ديالو شاري فلوسه ديالو انا من غدا نخرج ليه، انا نسلم ليه.